Excelentísimos señores jefes de Estado رؤساء y de الدول Gobierno, رؤساء الحكومات Excelentísima señora presidenta de la Comisión de la Unión Africana سيدة رئيسة señoras y señores. رئيسة المفوضية الأفريقية أود في بادئ الأمر أن أشكر الاتحاد الأفريقي لدعوته خاصة الرئيس محمد عبد العزيز وكذلك الرئيس أوبيانغ الذي دعانا لحضور هذا المحفل المهم ويسعدني وأشعر بالاعتزاز من مشاركة هذه المنصة وقبل كل شيء أدين وأستنكر الاعتداء الذي وقع بالأمس في نيجيريا وأعزي الضحايا. السيد الرئيس إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا وفي خلال الإعصار وبعد العاصفة ستتحسن الأحوال وبالتالي إننا كنا في أوروبا نكافح كفاح الأبطال الكساد الاقتصادي وإننا لسنا معتادين على هذا الأمر لكننا لا يمكن أن نغفل مشاكل أفريقيا. إنني أعتقد أنه توجد مشاكل ولكن توجد أهداف. إننا نعاني كثيرا بطريقة أو بأخرى. وكذلك مثل العاصفة التي تأتي ولكن إذا تصدينا لها استطعنا أي الإنقاذ أو النجاة منه من الصعب أن نعترف بأن الأزمات تصنع الرجال ونحاول أن نحقق الأهداف Al recibir el Premio Nobel de la Paz por su contribución al final de los conflictos armados en Centroamérica, Oscar Arias habló de un continente asolado por la pobreza, la injusticia, la guerra, y recordó que aunque no podemos cambiar el pasado, el futuro depende de nosotros. إن الماضي لن ننساه ولكن المستقبل بأيدينا. وينبغي أن نعمل على تحقيق الديمقراطية وتحقيق الرخاء الاقتصادي فإن الواقع تجاوز النتائج التي كان يتوقعها أكثر المتفائلين فإسبانيا استطاعت أن تدع خلفها الأزمة الاقتصادية واستطاعت أن تقوم المؤسسات والشركات الإسبانية بمد استثماراتها في خارج إسبانيا في أمريكا اللاتينية هي بالتالي تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية السيد الرئيس ينبغي أن نكون متفائلين إن استثماراتنا ينبغي أن توجه إلى أفريقيا كما كذلك هناك تبادل تجاري وصل بمثابة 250 مليون دولار كما نشتري بأكثر من 8 بأكثر من 500 مليون دولار يورو من المنتجات الأفريقية استثماراتنا لم تتراجع في أفريقيا على الرغم من معاناتنا من الأزمة الاقتصادية علاقاتنا مكثفة نود أن نستثمر في أفريقيا كما نستثمر في أمريكا اللاتينية فإسبانيا تستطيع الاستثمار في مجال الغذائي إسبانيا لديها علاقة على قدم المساواة مع أفريقيا
وحينما تكون يكون الرخاء والرفاهية هما اللذان يسودان أفريقيا، فإن هذا ينعكس أيضا على إسبانيا. فكل دولة ينبغي أن تختار سبل التنمية دون تدخل شعوب أخرى. ففي المقام الأول ينبغي أن تقوم أن تتحلى الدول بالسلام وبالأمن. هي الكثير من الآليات لمنع العنف وللدعوة الديمقراطية. فقد إذا لم نستطع العيش في سلام، لا يمكننا أن نحقق أي رفاهية أو رخاء. سيادة الرئيس، إن الأمن مهم جدا، ذلك فقد عقدنا العزم على أن نرشح أنفسنا لعضوية مجلس الأمن الدولي. ونطالب بأن يكون لأفريقيا أربعة مقاعد لا ثلاثة فقط. والنقطة الأساسية الرئيسية التي ينبغي أن تؤسس عليها علاقاتنا ورابطنا، ينبغي أن يكون ذلك انطلاقا من العمل وبذل الجهود. ينبغي أن يتم تأسيس شركات، وينبغي أن يكون الاعتماد على القوى البشرية. إن جميع المواطنين يستطيعون أن يشاركوا في مشروعات التنمية دون النظر إلى جنس أو لون. في المقام الثالث ينبغي أن يشارك العمال في أموال وأسهم الشركات، كما ينبغي الاهتمام بالأسر ومحاولة دعمهم. وذلك ينبغي أن يكون هناك سوقا حرة، وكذلك عدالة قانونية. فأفريقيا ثرية بالموارد الطبيعية، ومن أهم هذه الثروات الثروة البشرية. فلديها الغالبية سكانها أو شعوبها من الشباب. ينبغي أن نقدم للشباب الأفريقي فرص العمل نظرا لحماسهم ونشاطهم. هذه العناصر الثلاثة، الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وهي ولذلك استطاعت أفريقيا أن تستمر في تنميتها على الرغم من أن العالم في الغرب كان يعاني من الأزمة الاقتصادية. لقد عزم كثير من الدول على مساعدة أفريقيا وتقديم مساعدات مالية، وهنا لكننا لم آتي هنا لتقديم دعم مالي. ففاقد الشيء لا يعطي. أنني جئت لأطالب بالمزيد من التبادل التجاري بين أفريقيا وإسبانيا. منذ 6 شهور اجتمعنا لوداع نيلسون مانديلا ولذلك كنا عقدنا العزم على أن تكون لأفريقيا أن يكون لأفريقيا مستقبل أكثر مما كان يهدف إليه نيلسون مانديلا. إن فالعدل والسلام والاستقرار هو الأساس لتحقيق رخائية ورخاء للجميع
ليه؟ وذلك من خلال التضامن والتكافل بين الشعوب. إن إسبانيا تؤمن في المستقبل، مستقبل أفريقيا وفي حاضرها، وهي جديرة بأن الأفارقة سيحققون ذلك. أشكركم شكرا جزيلا.